السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم بشأن ما سنعرض أو بشأن ما لديكم من مواضيع للاتصال بالبرنامج. عندكم 4 أرقام بالأسفل، رقمين بالأعلى للداخل العراقي، رقمين بالأسفل للإخوة العراقيين في دول المهجر، الأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط وباقي دول العالم. واللي ما يقدر يتصل بينا يقدر يدزلنا رسالة واتساب على الرقمين الموجودات بالأسفل بصفن إشارة واتساب، أتمنى تكون رسالة مكتوبة نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم على برنامج الواتساب. نبدأ مشاهدينا الكرام حلقة اليوم بأول ملف من ملفاتنا، واللي هو ملف الفصول العشائرية. ظاهرة الفصل العشائري أو القوامة زادت وراء الاحتلال عام 2003، وما عقب من ضعف للدولة ومؤسسات القضاء وضعف أجهزة الأمن اللي هي تعالج اليوم مشاكل جرائم قتل جنائية، حوادث سير، مشاحنات فردية، عراك، وتتعلق بعضها بنزاعات على أراضي ري وخلافات تاريخية يعني ثار. الفصل يصير بقضية ما بين عشيرتين يم طرف ثالث أو بيناتهم حتى يتوصلون إلى اتفاق ينهي المسألة، وهو ما يتم عادة عبر دفع مبالغ مالية كبيرة. اللافت أنه هاي المبالغ ضاعفت، وصلت إلى أكثر من مليار دينار عراقي بعض الأحيان، وأظهر قوة وسلطة العشائر اللي تنافس أحياناً القضاء بحل المشاكل والنزاعات، خصوصاً بمناطق مدن الجنوب والوسط والعاصمة بغداد، بمؤشر يدلل على عمق أزمة الهوية المدنية اللي طالب بها أو يطالب بها العراقيون مثل ما عبر حقوقيون. تحولت الفصول العشائرية ساحة يستعرضون بها العضلات، مثل ما يعبر عراقيون، بظل التقارب بين بعض الميليشيات وبعض العشائر، ووصل الحال أنه تهديد المجتمعين بالفصل، تصفية، إطلاق نار، إلقاء قنبلة يدوية، مثل ما أظهر تسجيل جرى تداولة على منصات التواصل الاجتماعي بمشهد اختزل حجم الفوضى اللي وصلت إليه الحال بالعراق بظل غياب القانون. خلونا نشوف. هذا فصل عشائري. قعدات الصلح والفصل كانت موجودة سابقا، بس هذا اللي شفناه قبل شوية كل أبناء العراق أبناء عشائر، وكلهم على الرأس عشائر العراق من الشمال للجنوب، بس هيبة القضاء منتهي من أدها منتهية، هيبة القانون منتهية، هيبة الدولة كلها منتهية بسبب الأخطاء السياسية. هيبة الشيخ وين؟ كان الشيخ لما يقعد، أو الشيوخ أو مجموعة من الكبار يقعدون، البقية تسكت وتسمع حتى يحلون الموضوع. شلون راح ينحل الموضوع وصار كونة بفصل؟ مهم، عادة يخلص الفصل العشائري وراء مفاوضات طويلة ومعقدة بين المتنازعين ببيناتهم، حضور مشايخ من الطرفين وجهاء وشيوخ قبائل وعشائر ثانية حتى يحلون الأمر، حتى يكونون حل وسط بين الطرفين، وبعض الأحيان تحضر قيادات أمنية حتى يوصلون إلى تسوية مناسبة تضمن حقوق المتخاصمين. وتشمل المفاوضات مثل ما قلنا دفع مبالغ مالية اللي هو الفصل، قيمة المبلغ كبير يعتبر كعقوبة حتى يمنعون تكرار هاي النزاعات مرة ثانية، وحتى يفرضون هيبة عشيرة على حساب أخرى في بعض الأحيان. بس اللي صار بديالة على سبيل المثال وخلال جلسة للفصل العشائري
اتهم بها شيخ وحدة من العشائر قائد عمليات دياله، اتهمه بدفع مبلغ ضخم محاولة منه لرشوة الشيخ حتى يتنازع عن قضية ما. ما قدرت قناة الرافدة أنه تعرف حيثيات هذا الحادث بخطوة عدها مدونون سابقة خطيرة، حينما يقدم ضابط رفيع بتقديم أموال حتى يرضي الشيخ. بهالأثناء أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق بشأن مقطع الفيديو، وقالت ببيان أن وزير الدفاع الحالي وجه بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حتى يوقفون على حقيقة ما تم ذكره بالمقطع الفيديو اللي راح تشوفوه بعد شوية، بوقت شكك به ناشطون من أن تخرج اللجنة بنتائج تبين حقيقة ما جرى للرأي العام، على غرار باقي اللجان التحقيقية الأخرى السابقة اللي تحرص على تسويف القضايا. خلونا نشوف المقطع قبل ما نستعرض التعليقات حوله. أحكي لك، والشغلة الثانية نقلت بسببها أنت، وجيت دزيت وساط عليه قلبت الدنيا حتى وصلت إلى 50 دفتر قالوا بجود منه. أنا أحكي لك هوا توقع الأخرى شاهد عيان يا أبو حيدر يا قائد عمليات، شاهد عيان وأتحمل مسؤولية كل عليك. الثانية تقعد يم سليم الجبوري يا شوخ، صح لسانك حجي، تقول له بس انت مظهر وين حج رعد، صح لسانك حج رعد لا يشرك، يقول بس انت مظهري الا طيحك بعيونك بين التبين. وانت يا سيد القائد، وانت يا سيد القائد، انت يا سيد القائد. هذا الحال اللي صاير اليوم بالعراق اللي شفتوه هذا بمحافظة ديالى. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، أول تعليق ويانا من منصة فيسبوك من رعد سلمان يقول هذا هو قانون الغابة، يحلوا مشاكل بنص شادر ويا الصحراء. أما عمر العراقي اللي عنده 50 دفتر ينطيه رشوة، معناها هذا حوت من النوع الثقيل. عباس فاضل الموسوي يقول قائد عمليات مستعد يدفع $500,000 لعدش قد دخل الشهري من تهريب وأتاوات وفساد. محمد الأنصاري إذا رشوة من قائد عمليات 50 دفتر لعدش قد يحصل هو، وشلون قاعد يحصل هذه الفلوس؟ هذه التعليقات كانت من الناس حول هذا الموضوع. ويانا أبو سمية من الأنبار، حياك الله يا أبو سمية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيد الكريم، قديما كانت العشيره وشيخها هي الخليه التي تنظم حياه المجتمع، وكان شيخ العشيره لا يترأس عشيرته الا بعد ان يثبت اهليته واخلاقه في المجتمع، فيقوم اهل العشيره بتنصيبه وتصعيده ليكون الشيخ عشيره. الذي حدث في هذه الايام فيما بعد السقوط ان الحكومه تدخلت في هذه الخلية من المجتمع وأفسدتها، فأصبحت تسلط شيخ عشيرة على عشيرة ليس أهلا للمشيخة. وقد جلست مع الكثير من الأهالي في مناطقنا في الأنبار وفي غيرها، هم يذمون من يتسيد عليهم، يقولون تسلط علينا بفعل علاقاته مع سين وصاد في الحكومة، ليس بكونه أهلا لهذه المسؤولية. إذن الذي حدث أن الحكومة أفسدت هذه الخلية في المجتمع، وهي خلية العشيرة، تدخلت في شيخ العشيرة، تدخلت في العشائر وزرعت الفتنة والفرقة فيما بينهم. فمن الطبيعي أن تنشأ رئاسة للعشيرة، رئاسة فاسدة لا تحسن حل النزاعات ولا تحسن لم العشيرة، ولكن تحسن التملق وإنشاد الأهازيج لتمجيد الحكومة المباركة. وشكرا لكم. شكرا لك أبو سمية. مثل ما ذكر أبو سمية، شيخ العشيرة كانت أو المشيخة كانت مو هينة، أكو ضوابط تحكم كل من لازم يقعد بهذا المكان، لأن واحدة من الضوابط أنه لازم يمشي أمور عشيرته. بس اللي دا يصير اليوم بالعراق إضافة إلى ذلك، الفصول العشائرية أصبحت على كل شيء، والناس بدأت تخاف بهواية أمور ما تقدر تشتكي، تخاف من الفصل. نروح إلى ملفنا الثاني اللي هو العمالة الأجنبية. يشهد العراق تزايد ملحوظ بأعداد العمالة الأجنبية الوافدة من الخارج بالوقت اللي يشكو به العراقيين من ارتفاع نسبة البطالة بين أواسط الشباب. مراقبون حذروا من أن وجود العمالة الأجنبية بالعراق
راح يشكل خطر حقيقي على المستوى الاقتصادي العراقي، ما يستدعي أن يتم تجديد الإجراءات الخاصة باليد العاملة الأجنبية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكدت بوقت سابق أنه أغلب العمالة الأجنبية الموجودة بالعراق مو شرعية، وأشارت إلى منح 100,000 تصريح للعمالة الخارجية خلال السنوات العشر الماضية. وعلى الرغم من توجيه وزير العمل الحالي أحمد الأسد اللي كان يتزعم ميليشيا كتائب جند الإمام بالتنسيق ويا الجهات المعنية للحد من العمالة الأجنبية وإتاحة الفرصة أمام الشباب العراقي حتى يشتغلون بالمشاريع الاستثمارية وغيرها من المشاريع التابعة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، إلا أن الواقع على الأرض ينافي هاي التصريحات، حيث أظهرت مقاطع مصورة توافد اليد العاملة الأجنبية وبأعداد كبيرة إلى مشروع الشعيبة أو مصفى الشعيبة النفطي غرب البصرة، على الرغم من كل الإجراءات اللي تتحدث عن الحد من دخولهم إلى العراق. خلونا نشوف. هاي باكستانيين وهنود زين جاي تشتغل، والعراقيين كلها قاعده. هاي 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 جاي اصور لك هذا زين. هاي العراقي قاعد وهاي العالم تشتغل. بهاي الاثناء ومع تداول هاي المقاطع لتوافد العمالة الأجنبية، تتواصل التظاهرات من قبل خريجي الاختصاصات النفطية اللي يدورون على فرصة عمل من دون الالتفات لمطالبهم. محافظة البصرة شهدت احتجاجات لمئات من العاطلين عن العمل وين؟ أمام مصفى الشعيبة النفطي اللي قبل شوية شفتوا به اليد العاملة الأجنبية اللي ذكرت بالفيديو الماضي، يطالبون بتعيينهم وتوفير فرص عمل لهم بدل الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية أو على الموظفين الأجانب. وردد المتظاهرون هتافات تندد بسياسة تشغيل الأجنبي على حساب العراقي. خلونا نشوف. العامل ثاني وابن الشارع نور وابن البصرة العالي ما يظل خاضع دور، والبصرة أم الخير تاكل خبز شعير، والبصرة أم الخير تاكل خبز شعير. الله أكبر. العامل باكستاني وابن الشابع نوم، الشعب البصري يعاني ما يظل خاضع دوم، والبصرة أم الخير تاكل خبز شعير، والبصرة أم الخير تاكل خبز شعير. الله أكبر. احنا مو ضد أن تكون عمالة أجنبية بالعراق أو أكو ناس تجي تستفاد داخل العراق، بس احنا ضد أنه أكو يد عاملة أجنبية بالعراق وأكو ذولا قاعدين بلاي شغل. إحنا ضد أنه أكو يد عاملة أجنبية بالعراق وأكو ناس جوعانة من العراقيين. شغلوا ذولا، شغلوا الشباب، إنهوا البطالة. ساعتها إذا أكو أماكن تحتاج ناس يشتغلون بها وما لقيتوا أحد، جيبوا يد عاملة أجنبية. بس أكو يد عاملة أجنبية وذولا كلها دا يتظاهرون، ما أعرف. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وقالت. حسن البصري على فيسبوك يقول يشغلون الأجانب والهنود وابن البصرة عطال وشهادات وقاعدين بدون شغل. آمنة شاكر تقول الدولة الوحيدة اللي عندها بطالة تستورد عمالة أجنبية ليش ما تدري. حسن البصراوي يقول هذا ظلم بحق الشعب العراقي المسكين، لا شغل ولا عمل، وهذول البنغال والهنود وغيرهم يشتغلون. أما أبو عمار الشويخ يقول مع الأسف وصل بينا الحال إلى هذا الحد، ليش وشنو الغاية من هذا التصرف المخزي؟ بلد خيراته للمرتزقة الغرباء وشعبه ما يجوع. إذن كانت هاي التعليقات حول اليد العاملة الأجنبية بالعراق وازدياد نسبة البطالة بين أبناء الشعب العراقي. ويانا عبد الرزاق من باب الحياة. الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا مثل عراقي يقول ما يحل البيت يحرم على الجامع. نعم.
بالنسبة للعمالة الأجنبية يعني ما يجوز هل الضرب هذا اللي يعيش المواطن العراقي بحالة بؤس وفقر أنت تجلب العمالة الأجنبية. هي ولو العمالة الأجنبية مو وليدة اليوم يا أستاذ، حتى بزمن النظام السابق الثوريين المصريين والسودانيين وغيرهم. هسه احنا مو ضد العمالة الأجنبية من باب العامل الثاني، لكنه ابن البلد أولى. هسه أنت تروح لأي دولة تفضل ابنها، ابن الولد ابن البلد هو الأولى وهو الأفضلية إلى. أما ابن البلد جوعان وأجيب يعني أفضل عليه عمالة أخرى، لا ما يجوز هذه. إذا كانت عندنا قيادات وطنية، فكيف إذا عندنا قيادات ولا أهل الخارج هم أصلا عملاء وخوانة ومرتزقة، فشلون يتعاملوا ويا ابن البلد؟ بس أستاذ عبد الرزاق إذا سمحت، أنت ذكرت أنه قلت اليد العاملة مو وليدة اللحظة، سابقا كانت أكو مصريين وعرب وغيرهم، لكن بان الحرب العراقية الإيرانية يعني كان التفكير أنه الشباب العراقي على الجبهة، أكو نقص بالداخل فعوضوه باليد العاملة المصرية مثلا، لكن حاليا الشباب عاطل عن العمل نهائيا. زين هم بدا يعوضون هاي بهاي، هم بدا يجيبون الاجنبي والشباب العراقي باقي. صحيح استاذ، احنا الان من باب يعني توريد العماله الاجنبيه ابن البلد اولى. ما يعني تروح لك لاي دوله، يعني قلت لك يعني المواطن مالتها هو الا الاولويه والافضليه. اما احنا مع كل الاسف فقلت لك يعني القيادات مالتنا لأنه ولاء للخارج ومشهورة بالخيانة والعمالة والارتزاق، فيجيب لك الهندي والباكستاني والأفغاني، فيشتغل بالعراق وابن العراق جوعان. هذا تفضل هذول أهل البصرة، يعني بلد الخيرات العراق والعائلة المحررة اللي تنبع خير، أبناء فقرة ويدورون تعيين، وهذا الغريب جاي يعني نعم بخيرات البلد. هذه ما هذا مو عدالة، هذا يعني شلون مثل ما تقول دمار للبلد. يعني احنا الامريكان من اجوا احتلوا هذا البلد بأسلحة الدمار الشامل، مو لكنه هسه جابونا القيادات دمار البلد. يعني هذه القيادات اسميها قيادات الدمار الشامل للبلد. يعني جوانا بحجة، لكنه هاي اللي جاي نعانيها، وإذا استمرت هذه القيادات لا تزيد العمالة مع كل الأسف. تحياتي لك. شكرا لك أخ عبد الرزاق. كلنا نعرف أن العراقيين لما يجي المطر وتبلش الدنيا تمطر يشيلون هم المطر، رزق من رب العالمين، بس بسبب سوء الخدمات بالعراق المطر نقمة على العباد. ليش؟ لأنه كل سنة ومع حلول موسم الأمطار يواجه المواطن العراقي أزمة مزمنة تتمثل بغرق الكثير من المناطق بسبب سوء الخدمات، تهالك البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي وغيرها. خلال فصل الشتاء تنخبط مي المطر ويا مي المجاري اللي تتسرب أساسا من منافذها، وتخلف أو حال يستغرق جفافها أيام، الأمر اللي يعيق حركة المواطنين داخل مناطقهم أو مدنهم. ويبدو أنه مثل هاي المشاهد بدأت مبكرا بالعراق مع أول زخة مطر ضربت على العراق بهاي السنة بقضاء الغراف التابع لمحافظة ذي قار ورعنا بالصورة، ورا فترة قصيرة جدا من الأمطار الخفيفة غرقت شوارع القضاء بالمياه قبل أن يحولها المواطن إلى مساحة للسخرية من واقعهم المزري بظل فشل حكومات الاحتلال المتعاقبة على صيانة شبكات الصرف الصحي والاستعداد مبكراً للموسم الشتوي بمشهد يتكرر بكل عام ومن 20 سنة. خلونا نشوف شلون تهكم شباب الغراف على الواقع اللي خلفتها الأمطار هذا اليوم. Yeah.
هذا الفيديو. أنا أعطي فكرة صغيرة إلى وزارة الموارد المائية ورئاسة الوزراء. تعرفون إذا أكو عندكم خطة بس تستغلون مي المطر وتحولوه إلى مجرى الأنهار اللي جفت أصلاً، تخلصون من هالحالة وتستفادون من مي المطر. على كل بهالأثناء وكالعادة طبعاً إذا شوارع الغراف اجتاح مي المطر الممرات والغرف بمستشفى الغراف بقضاء الغراف بمحافظة ديقار، ورا هطول أول زخة مطرية بالقضاء، وتناقل ناشطون لقطات تظهر بحيرة من المياه داخل المستشفى اللي بعدها تستقبل مرضى وبعد أكو بيها مرضى نايمين. بمشهد صار مألوف عند كل العراقيين لما يتكرر ويا كل فصل شتاء بسبب تدهور القطاع الصحي وإهماله وسوء الخدمات والبناء التحتية. خلونا نشوف. هاي مستشفى الغراف، يلا جماعة الغراف أحلى، هاكم شوفوا، شوفوا الضيم، شوفوا الواد محتارها بزمانه، شوف شوف الماي وين طاب، شوف هاي أول مطرة هي صار بالغراف، هاي المستشفى، هاي مستشفى الغراف، هاي مستشفى الغراف، طلعوا الموظفين خطية كلهم أو طلعوا الناس الجاي تراجع لين ما عندهم، هاي جاي تراجع، هاك هاي شوف، هاي شوف ذيك المرة المدرودة خطية جاي هناك جاي كاظة ما سحتها، شوفوا يلا يا اللي يرضى يا اللي يرضى غير تعال المستشفى، هاي هاي مستشفى الغراف، هاي من هنا هذا الممر، هاي المقاري طلعوا، موظف يطلع يقول لك انا وين اقعد، ما عنده مكان اقعد، ها ها شوف المراجع هذيك المقروده ما سحتها بيدها المقروده وتركض، هاي مستشفانا، هاي ها شوف هاي وزارة الصحة العراقية لازم تخصص جزم يلبسوه يخلوها باب المستشفيات حتى المريض من يجي بالشتاء بفصل الشتاء أقصد يلبسها ويطب للمدرسة. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع ويانا وسام العبودي يقول هواي مسؤولين بالدولة من أهالي الغراف من 2003 والحد هسه، إش عجب ما مروا على المستشفى فديام وشافوا شنو النواقص اللي بيه. عبد العالي أبو سجاد يقول كل التوفيق لمسؤول على هذا المنجز، أول مطرة انكشفت الحقيقة. علي مبهر يقول فقط بالعراق بالصيف المستشفيات تحترق وبالشتاء تغرق. أحمد أبو جنات عندما تحكم أحزاب وكتل الفشل والفساد وتنصب الضعفاء والفاشلين تنصب الضعفاء والفاشلين والعاجزين هذه النتيجة. كانت هاي تعليقات الناس حول سوء الخدمات وغرق شوارع الغراف ومستشفى الغراف وهروب الناس أو المرضى من المستشفى. وشفتوا الحال الشاب اللي شايل والدته زوجته أخته شايلها على كتفه ويمشي لأنه القاع كلها مي. فاصل قصير ونرجع لكم مشاهدينا الكرام، ابقوا يانا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. السؤال اللي ينطرح هنا هسه، المواطن العراقي والمواطن البسيط لازم يتحضر لما نشاف هذا الفيديو اللي شفناه بالغراف؟ يعني لازم يحضر سطول ويحضر طوس على مود يفرغ المي من بيوتهم، لو لازم شي يسوون؟ أتمنى السياسيين يجاوبون على هذا السؤال، لأنه إضافة إلى أنه الأمراض اللي تنقل بهذا المي اللي يدخل خصوصا إلى مستشفى، هذا راح يسبب تهالك بالبناية نفسها، الكاشي يكفع، الصبغ يكفع، الأساس ينضرب، الرطوبة تصعد، هاي وراها راح يصير صرف فلوس جديد، لو همنا راح ندخلها بباب الفساد. فأتمنى السياسيين يجاوبون على هذا السؤال، والسؤال نفسه أوجهه إلى أبو علي من الديوانية، شنو رأيك يا أبو علي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما أدري هذا الفيضان بالغراء بالناصرية بالهند. بالغراف. أنا شايفيك بيوت بالهند، أنا شايفيك بيوت بالهند. الفيضان يجيها ما شايف بالناصرية. نعم. هاي 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 الدولة الديمقراطية، السياسيين أتحدهم أنهم يحاسبون هذا الفاسد اللي بناها. نعم. أتحداهم اللي يحاسبونه. والله يا أخي كل الله وكلك سلامة، أنا قبل ما أقبل عليهم بس عرفتهم واقعهم أنهم كل ناس أصحاب سلامة. نعم. واحد يكافح واحد لا أكثر ولا أقل. يجل السوداني قال الكاظم وباز، القبلة قال عادل عبد المهدي باز، وكلهم حرام باش عقب يطلع السوداني يجي من بعده قال باز، وهذا لا يدفع ضريبة، يدفع ضريبة الشعب العراقي. يعني مساء عمال منين البصرة يطالبون عمال ما يردون حصتهم من النفط، هاي انتم للدولة، هاي ما مو ناس مع عبيد قاعدين بالبصرة، ما طالبوكم بالنفط، طالبوكم عمال. نعم. طالبوكم خدم عمال، ما طالبوكم على حصتهم اللي تذهب النفط البصرة يذهب إلى بغداد توزع على السياسيين، واللي يذهب إلى دول الجوار، طالبوكم يشتغلون عمال. نعم. والله ما كنتش بدولة بالعالم، ما كنتش دولة، مو دولة هاي عصابة والله. نعم. مشكورين. شكرا شكرا لك أبو علي. موضوعنا الرابع له علاقة بالموضوع اللي قبله بس بغير باب. ساسة العراق ونوابهم الموجودين هسه داخل قبة البرلمان يتسابقون بشكل محموم حتى يكسبون تعاطف العراقيين وراء بسبب يعني عبر تنفيذ مبادرات وصفها الإعلام التابع لهم على أنه هي إنجازات عملاقة سواها النائب الفلاني أو النائب العلتاني وراء ما مجدتها الجيوش الإلكترونية مثل ما يصطلح على تسميتها بمنصات التواصل الاجتماعي. عادة تكون هاي الإنجازات المزعومة بعيدة كل البعد عن الدور الحقيقي اللي يفترض أن يلعب النائب، خصوصا أنهم يدعون تمثيل جماهير تعاني الأمرين، خصوصا سكان المدن المنكوبة اللي تبرز بها حاجات ملحة للسكان والنازحين مثل ملف إعادة الإعمار، إطلاق التعويضات، إعادة بناء البنية التحتية، إعادة بناء المدارس، إنشاء شبكات صرف صحي، إضافة إلى معرفة مصير المغيبين وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء. وصل الحال ببعض النائبات أنه شو يسوون؟ يلعبن دور عمال بناء، نعم عاملات بناء، يحاولن يكسبن بهذه الطريقة الشارع الناقم على العملية السياسية وأحزاب الخراب. أظهر لنا مقطع مصور النائبة زيتون الدليمي، آياتها ما شاء الله لابسة قاط وتلبخ، هي ترمم مدرسة بمحاولة أنه تكسب تعاطف العراقيين وامتصاص غضبهم المتصاعد جراء الحالة المزري للقطاع التعليمي بالعراق قبل ما تتحول دعايتها إلى مادة للسخرية من قبل العراقيين. شوفوا يا آيه. والله عندنا طاقات متجددة بالبرلمان العراقي ما نعرف بيها. أعرفكم النائبة اللباخة، مع الأسف هالأثناء وبنفس السياق أثارت النائبة الحالية عائشة غزال المساري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وراء احتفالها
ويا عدد من أفراد حمايتها بمنطقة الأعظمية بغداد إعادة نصب مولد كهربائي أزالتها أمانة العاصمة بغداد بسبب التجاوز. وشاركت النائبة باحتفال أنه سوت بث مباشر على حسابها بفيسبوك لمتابعيها احتفالية بإعادة نصب المولد الكهربائي واستقبالها على أنغام الموسيقى الشعبية العراقية والرقص والأهازيج ونثر الحلوى على رؤوس الناس بخطوة قوبلت بسخرية كبيرة من قبل العراقيين. عن قصة المولدة، سكان الأعظمية قالوا أنه صاحب البناية المقابلة للمولدة اشتكى ومنع نصبها وراء تدخل النائبة عائشة المساري تم نصب المولدة مرة ثانية بالشارع قبل أن تحول الموضوع إلى احتفال بمشاركة مرافقيها. خلونا نشوف إيش سوت عائشة المساري قبل ما نستعرض آراء العراقيين على منصات اللي جت بين ساخر وناقد. مستعد اسوي حفله لعائشه المساري وزف على اصولها اذا رجعت لي الامان والمدارس والتعليم والصحه مثل ما كانت ببغداد. على كل الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق ويانا من ابو مصطفى يقول شنو مشكله الكهرباء لازم انحلت وصارت ببلاش. احمد موفق الغريري يقول شغله عاديه، محبين واقارب كلهم ما بيهم 40 واحد والشعب 40 مليون. زيودي زوبع يقول ها الهوسة والطربقة وهلا بيك، هلا ومنصورة يا بغداد، وطبل ورقص وذبح طليان وشوكليت وهلاهل، بس لأنه منعت البلدية من مصادرة مولدة بس. أما كريم الجبوري يقول سبحان الله، كنا نشوف هذه الأحداث بالأفلام المصرية فقط. كان هذا تعليق الناس حول هذا الموضوع اللي هو تسابق السياسيين حتى يكسبون تعاطف الشعب العراقي. أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم اخوي استاذ افضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زين هاي النائبه من مكان ما راحت على المولد ما طبت للسجون وشافت هذول الابرياء الناس المغيبين ما راحت فقدت عوائلهم اللي راحوا بالرزازه راحوا بالسقلاويه، وين عليهم هاي النائبه؟ نعم. عمي ذولا استاذ افضل الله يخليك، ذولا حراميه ذولا نصابه. احنا هسه ما حد يقول لي تحت حكومه، احنا تحت مافيات عصابات. انا جايين الله وكيلك لتدمير العراق هذا. نعم. قول لي هسه نتناقش انا وياك اقتصاد البلد وينه؟ الزراعه وينه؟ الصناعه وينه؟ وين راحت؟ كلها مقصوده استاذ افل. احنا اذا بقى الشعب العراقي على هالحاله هذول راح يستفحلون بعد اكثر واكثر منهم. يعني الشعب ساكت. نعم. احنا هذول مو مال نطلع مال مظاهرات، لا استهدفنا الله يخليك. اول نقطه يرادلنا توحيد الشعب العراقي. توحيد الشعب العراقي، نتوحد ونصير ايد وحده حتى نقبع عليهم. عمي ذولا جايين لتدمير. شكرا لك ابو عراق. حذرت مديرية الدفاع المدني من تبعات مخالفة شروط السلامة العامة بهواية من المباني الحكومية والأهلية بالعراق، بظل عدم وجود غرامات أو عقوبات تردع المخالفين لشروط السلامة والأمان ضمن قانون الدفاع المدني العراقي. ما استبعد مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان سقوط مبان أخرى بالبلاد أو سقوط بنايات ثانية بالعراق، وقال أن سقوط بنايات جديدة مخالفة لشروط السلامة أمر وارد جدا، علما أنه هي هواية وأنه هذا الأمر صار مقلق للغاية وهاجس يثير مخاوف الجميع على المستويين الرسمي
والشعبي. وأكدت مصادر مطلعة وجود مئات المباني الحكومية والأهلية مخالفة لشروط السلامة ومهددة بالسقوط بأي لحظة بظل عدم استخدام مواد البناء المطابقة للمقاييس، وإضافة إلى تشييدها من قبل مقاولين ما يعتمدون على مهندسين متخصصين، ما يعيرون الأهمية لشروط السلامة. هذا كله يجي وراء أيام من احتراق بناية وانهيار جزء من مبنى مكون من عدة طوابق بمنطقة الوزيرية ببغداد، يستخدم هذا المبنى كمخزن أو كمخازن لتخزين العطور، أسفر عن وفاة وفقدان 11 شخص، إصابة تقريباً 35 شخص آخرين غالبيتهم من طواقم الدفاع المدني. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع اللي هو تسبب الإهمال الحكومي والفساد الإداري بانهيار المباني بالعراق بسياق هالتقرير الإنفوغرافيك اللي أعده قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين ويانا. شوف كرفانات دائرة الوطنية في البصرة، هاي مال البطاقة كرفانات، العالم قاعدة بكرفانات والبناية جديدة، بناية آيلة للسقوط. وين هذا المقاول اللي سلمها؟ بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. أرد أسأل كم سؤال. بأي مكان بالعالم، بأي دولة بالعالم، دول عالم ثالث ثاني أول، بأي دولة أكو شروط للبناء؟ أكو لجنة تفحص الصبات، الإسمنت، كمية الرمل للحصول للإسمنت المستخدمة، الحديد ونوع الحديد المستخدم، نوعية البناء، كم عمود موجود، أكو
تصميم هندسي لازم ينعد إلى أي بناية، التصميم لازم يروح إلى جهة معينة حتى يشوفون هذا التصميم يتحمل لو ما يتحمل. مثلا جامعة أوروك اللي طلعت ويانا بالتقرير قبل شوية، جامعة هي مو بس حياطين الشبابيك وبيبان وصعدتها، أكو طلاب وأساتذة وناس راح يدوسون هاي القاع، هاي كلها لازم تدخل بالحسبان حتى يشوفون هاي الأرضية أو السقف يتحمل هذا الوزن لو لا، وبعد ذلك يلا يبنون. وأثناء البناء همينة تصير عمليات فحص حتى تتأكد اللجان الإسمنت المستخدم النسب مالته صحيحة لو لا، الحديد صحيح لو لا، البناء عمودي لو لا، أكو خلل، أكو مكان حتى يصلحوه حتى تكون بناية متينة. ذني الأمور بالعراق وين؟ نروح إلى غير شيء. عد مدونون وناشطون مشاركة وفد حكومي من العراق بلقاء ضم وفد يمثل دولة الاحتلال الصهيوني قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية، عدوها خطوة مستفزة لكل العراقيين الرافضين التطبيع ويا الاحتلال. وأكد المدونون أنه لقاء الوفد الحكومي بوفد الكيان الصهيوني المحتل يبين عدم وجود مواقف حقيقية ومبدئية ضد التطبيع يم هاي الأحزاب والميليشيات اللي تحكم العراق، اللي لطالما استخدمت مصطلح المقاومة لغاية الاستهلاك الإعلامي على حد تعبيرهم. المدونون عبروا عن رفضهم لهاي الخطوات اللي يتبناها من وصفوهم بمحور المقاومة وراء إقدامهم على لقاء من هذا النوع بأول مشاركة دولية بعد تشكيل حكومة السوداني، على الرغم من تشريع قانون يجرم التطبيع العام بخطوة متناقضة بين الأقوال والأفعال. خلونا نستعرض سوية عدد من التغريدات اللي جت على وسم هاشتاغ تطبيع الإطار عار واستهتار. مرتجل مالكي يقول: رفضا للتطبيع، لاعب المنتخب العراقي علي البازي ينسحب من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة العالم بعد أن رفض مواجهة لاعب صهيوني رغم أن بإمكانه الفوز بسهولة وخطف الوسام البرونزي النحاسي عالميا. لاعب عنده غيرة على العراق أكثر من رئيس الجمهورية. هاشتاغ تطبيع الإطار عار واستهتار. شمس: هاشتاغ تطبيع الإطار عار واستهتار، 18 سنة حكمتم العراق وأهم منجزاتكم هو التطبيع، حكومة عار. أبو مصطفى الأسدي: الإطار جاي يبيع بالوطن الخزي والعار لكم. هاشتاغ تطبيع الإطار عار واستهتار. أما عباس حلاوي يقول: القضية طورت وصاروا إخوان وحبايب، والشايب والحجي ماتوا وبنيران صديقة، والشيطان الأكبر المقصود منه مخلوقات تعيش خارج مجرة درب التبانة، إنما المقاومة مقاولة. هاشتاغ تطبيع الإطار عار واستهتار. كانت هذه أغلب التغريدات اللي جت حول الهاشتاغ اللي هو تطبيع الإطار عار واستهتار. لكن السؤال اللي أريد أطرحه، بما أنهم أحزاب إسلامية وهم يدعون أنه سائرين على سير المقاومة، سؤال المقاومة لمن؟ هذا السؤال أتمنى الشعب العراقي يفكر به. إذا هم يفكرون بالمقاومة، يجي واحد يقاوم مثلا باسم إسلام أو إسلاميين أو متأسلمين ويروح يطبق ويا الاحتلال الصهيوني اللي هو مغتصب لأرض عربية وصار لعشرات السنين وفعل ما فعل بالإخوان الفلسطينيين، إلى كل واحد يدعم الإطار كائن من يكون، أريد أسأل سؤال: هسه شنو رأيك؟ همين اللي سواه صحيح؟ اللي سواه حاليا مثلا لو تقول لي هسه هذا مو تطبيع، هو فقط لقاء بروتوكول دولي في مؤتمر للمناخ وصار هذا اللقاء لأنه هو ما كان يعرف به، بس باكر عقبه إذا جوي وفتحوا سفارة، شنو رأيك بالموضوع؟ بدايتها من هسه، البداية هم اللي يسووا هسه. أرجع أذكركم بالمواضيع مشاهدين الكرام، مواضيعنا اللي أخذناها بحلقة اليوم، أول موضوع اللي هو الفصول العشائرية أو القوامة مثل ما نقول، اللي هي صارت ساحة للتهديد، صارت ساحة للعراق، صارت ساحة للمشاكل أكثر مما هي ساحة للحل، علما أنه الفصل العشائري مو قانوني، الفصل العشائري عرف خارج إطار القانون، من المفترض أكو قانون. وبالأخير شفنا قائد عمليات يدفع 50 دفتر حتى يرشي شيخ عشيرة. الموضوع الثاني اللي أخذناه هو اليد العاملة الأجنبية، ازدياد نسبة العمالة الأجنبية بالعراق، ازدياد نسبة الأجانب اللي موجودين داخل العراق اللي دا يشتغلون، والمواطن العراقي مدى يلقى شغل. ثوار تشرين من ثاروا لأنه لا عندهم راتب، لا عندهم
معيشة، ما عندهم شيء يبدون به حياتهم، يردون يشتغلون، يردون حقوقهم بهذا البلد، وواحدة من حقوقهم هي العمل. موضوع الثالث اللي هو مياه الأمطار اللي كشفت لنا الفساد اللي صاير، مو كشفت لنا، أكدت لنا للسنة العشرين أنه كل ما تمطر الدنيا تغرق المناطق وتغرق المستشفيات والبيوت. الملف الرابع هو سباق السياسيين، واحدة تلبخ لي بمدرسة، الثانية رجعت لي مولدة تجاوز وبسوي لي احتفالية كبيرة عريضة على أساس أنه هي منجز إلها، لكن لو فكرت هاي النائبة وذيك النائبة أنه يرجعون يفتحون مستشفى أو يرجعون الحال إلى وضع الطبيعي كان من الأفضل. مشاهدينا الكرام، هذه مواضيع حلقتنا اليوم برنامج صوتكم، نلتقيكم إن شاء الله بحلقة جديدة من البرنامج باكر بإذن الله، انتظرونا بنفس الموعد وإلى اللقاء.